أهلا بكم مشاهدينا، وصلنا لفقرات الجمال والموضة، واسمحوا لي أستقبل معايا في هذه الفقرة خبيرة المكياج زينة بيطار، خبيرة تجميل بمركز باتافيا للتجميل، اللي حتحدثنا عن آخر تصميمات أو بالأصح ألوان الموضة لهذا الموسم والرسمات مع الموديل. أهلا فيك زينة. أهلا، كيفك؟ الحمد لله، الله يسلمك. هاي، هاو ار يو جوليا؟ هاي، نايس تو سي يو أجين. أهلا فيك. حابة تكلمينا زينة عن الرسمة اللي ناوي تعملي لنا إياها، الميك اب والألوان كمان اللي حتستخدميها، بما أنه الناس داخلين على موسم جديد، سنة جديدة وحابين يغيروا 2014. بهالمناسبة أول شيء كلامك أنت بخير. أنت بصحة وسلامة. اليوم حابين نعمل ميك اب، ما يكون ميك اب كثير أوفر طبعاً. فايتين ل 2014، الميك اب كثير بتميز بالهدوء الرايق كثير والبساطة، وبيعتمد بس على الكونتور والهايلايت. أوكي. يعني ابراز الخدود، تصغير الانف، يعني بيلعب شوي على موضوع الفونديشن. أوكي. فنحن اليوم رح نركز على الفونديشن ورح نقلل كثير اللي هو الميك اب العيون. طيب خلينا نبدا من بعد اذنك عشان نشوف اليوم. اخترنا الصبية تكون شوي، اذا ملاحظه انت عندها شوي فكه شوي عريض، نحاول نضعف لها بساعة الوقت. كمان عندنا انفا يكون شوي يعطيها بالنسبه لتقاطيع وشها تكون مناسب لباقي الوش. وهلا خطوه خطوه بتشوفوا كيف من بدنا نبلش بالفونديشن. انا اخترت لها يكون الهايلايت شوي، ثلاث ألوان، ثلاث درجات من الفونديشن، الفاتح والكونتورينج، وبنفس الوقت اللون وسط. الطبيعي لحتى نعمل بلندك لما عشان يطلع لون متوازن. لون متوازن، تمام. فبنبلش بالكونتور الفاتح، بالهايلايت، عفوا تحديد الفاتح. تحت العين، تحت العين، هيدي المنطقة نحاول انه ننزل شوي لتحت، لانه وشها مثل ما قلت لك شوي عشان يصير تناسق اكثر. ايش الوان السنه هذه اكثر؟ الالوان البرونز، الالوان اللي هي كثير ضاربه على التان، طبيعيه، كانها ما حاطه ابدا ميك اب، بنفس الوقت بتلاقيها انه حلوه وبارز جمالها. يعني الاعتماد اكثر على الكريم الاساس الكريم الاساس والتصحيح والكونتورنج والهايلايت، وكيف الواحد بيقدر يصحح ملامح الوجه بنفس الوقت بدون ما يعطي ميك اب اوفر، ميك اب قوي. ما عاد في السموكي البلاك والالوان الغامقه هذه كثير، بعدانين عنها كثير. بنحطها انا ضد الميك اب الثقيل، بنحطها شوي للعروس، نضطر لانه العروس فيها اضاءه يعني مختلف، تصوير والفستان لونه فاتح بيكون بالضبط. عاده حطينا برزنا عظمه الانف من قدام ليكون شوي طويل، وبنفس الوقت بدنا نطلع لنعمل لها هايلايت كمان للجبين، والدقن كمان تحت. انا عامله دورات في الميك اب والتحديد. برافو عليكي، معناتها بتعرفي طبعا. اذا بتلاحظي انت مساحه صغيره الدقن. لحتى نعمل لها طول بدنا نطول كثير او نبيض المنطقه عشان نعطيها عرض كمان مع الاضاءه، لحتى يعطيها عرض على الاضاءه. برافو. بهي الطريقه خلصنا الالوان اللي هي الهايلايت الفاتحه. بدنا نجي هلا لنحط الكونتور، الكونتور الغامق. الغامق، الكونتور الغامق هي كثير مهمه، انه بنحاول نحطها تحت راس الخد. انتوا رح تشوفوه غامق كثير بس مع الدمج، بس هلا مع الدمج رح تلاقوه. عادة على الأطراف الأنف يوضع، بس في بعض السيدات أنفهم صغير جدا وبيضطروا يحطوا كمان، فيصير ضاعت. يعني مش كل السيدات تحتاج، صحيح؟ ما كل السيدات أبدا، في ناس بتحتاج نحط على الأطراف، وفي ناس مثل لا. ما أنا هلا بدي أعملها للصبية ونحط عشان يتناسق أكثر على الأطراف. هو الموضوع كله عبارة عن رسم شكل الملامح بشكل مختلف، حتى احيانا اذا الجبين كبير على الاطراف، اذا الفك بدنا هلا هون لانه فك عريض بدنا كثير نحاول ننزل على الفك ونحاول. مشاهدينا لا تتفاجئوا لانه مع لانه هلا عم نرسم لوحه، لانه انا كنت دائما بشوف هذا الستايل، عملت كذا دورات في لندن كولج اوف فاشن، فكنت لما اشوف اتفجع، بعدين مع الدمج يبين الفن والشطاره اكثر. هلا انه عم نحاول نحدد ونصحح ملامح الوجه، طبعا الجبين. زينة طبعا احنا حنكمل معاكي ونشوف اللوك كيف حيكون، اعتقد كثير مشاهدين متحمسين يتابعوا اللوك، بس حناخذ فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا فاصل قصير، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، تعرفي من مزين جوراعد على تسريحة مناسبة للسهرات. We'll be right back.
مشاهدينا اهلا بكم مجددا، والان حننتقل الى قصه شعر عصريه شبابيه وملفته ولون جديد مختلف ممكن المراه تستقبل فيه العام الجديد. طبعا اللي بيقدم لنا اياه المزين جورعد. خلينا نتابع التقرير ثم نتابع ما حصل او النتائج في المكياج. خلينا ننتقل داليا. طبعا حابه لوك سيده اجت لعنا على الصالون وحبت تعمل نفس اللوك. انا ما حوافق الراي ابدا، حنغير لها وحنقص لها لكن بشي بيناسب وجهها. طبعا هي اول شيء حابه كانت تفتح لون شعرها، لون شعرها مثل ما خبرني انيس انه فيه كان شوي اورانج وشوي فيه الوان على بياض، هيدا كان عطيها شوي عمر. نحن فتنا بالوان الشعر لكن فوتنا اكثر من لون، وهلا النتيجه حنشوفها لما نخلص. طبعا اقترح علي انيس وانا طبعا وافقت انه يكون في خصل غامقه بشعرها وخاصه من قدام، ممكن تكون سود وممكن تكون بني غامق، لنقدر نعمل شوي حركة باللون الشعر أحلى ما يطلع معنا لون أشقر فاتح لون واحد. الخطوة الثانية اللي هي حتكون القص، حن أنا وياكم حنشوفها من بعد ما نخلص اللون. سيدتي بتمنى منك أنك تبقي معنا لنشوف نهاية اللوك اللي عم نخلق لها إياه للمموزيل. طبعا رأيك كتير بيهمنا، وبيهمنا أكتر تكون هي مرتاحة للوك اللي نحن عم نعمل لها. خليكم معنا. طبعا حنترك جوانب طوال، حنعمل لون تاني، حنقص هون كتير قصير. اوكي حقص هون قصير. ايه شوي اطول. شوي اطول؟ اوكي. داليا من بعد ما خلصنا للوك واللون الجديد، طبعا عملنا اكثر من لون، عملنا الاشقر. الاشقر كمان في ثلاث الوان، وعملنا خصل غامقه لنخفف من كميه الشقر، وفوتنا الخصل الفيولي. طبعا الخصل الفيولي هو على الحمام بيروحوا وما حيبقوا وقت كثير، لكن عملوا حركه وعطوها يانج، وبنفس الوقت هي هيدا لونها المفضل اللي بتحبه. وانا حسيت مع هيدا اللوك مع هالقصه يلي ما لها اطوال، يعني اذا نكمش كل خصله بنلاقيها غير طول خصلتين. وهيك كون قدرنا نعمل قصه ما فيها ولا طول بيشبه طول، وبنفس الوقت فيها لوك جديد بيناسب وجهها. اخذنا شكل الوجه مثل ما انا شايفين، لقينا وجهها مبروم، اشتغلنا على اساسه. هيدا الاطوال بالشعر غير متناسبه، ما بدنا كان قصه كري ابدا، بدنا شيء جديد. وبنفس الوقت هالخصل الفيولي اللي عملناهم بالشعر هن برزونا القصه، برزونا الغره، اذا مثل ما شايفين برزونا الطول من هون، وعطوها فوليوم على الجوانب عكس مثل ما كنا معودين ناخذ الفوليوم من ورا. اخذنا الفوليوم على الجوانب، وهيك ان شاء الله يا رب تكون هيدا القصه وهيدا اللوك تكونوا حبيتوها، وان شاء الله بحلقه جديده بنقدم لكم افكار جديده. مشاهدينا بعد ما تابعنا اللوك اللي عمله جورعد، خلينا نرجع مره ثانيه لخبيره التجميل زينة بيطار ونشوف النتيجه. زينة الان فين وصلتي في مراحل العين صح؟ بلشنا مثل ما قلت لك خلصنا الفاونديشن مثل ما شفتي انه والباودر طبعا فتنا بالعين. العين ما راح يكون ابدا فيها ميك اب ابدا اوفر، اوريدي ما عندنا كثير وقت، بس راح نحاول نبرز شوي ملامح الجفن. العين والجفن بنحط لها الستار باودر اللي هو اللايت تمام، بيعطيها إضاءة. هذه درجات الألوان الترابية ألوان أو الإيرث كالر بتناسب كل بشرات الغامقة والفاتحة. زمان كنا أيام من تقريبا 4-5 سنين وأكثر كان الناس تعتمد على لون اللبس، يعني شو لابسة فستان بتسهرة بتحط الميك اب قريب كثير من لون، بس الآن بطلوا الموضة هلا عم يلحقوا. أهم شيء بنلحق لون العيون، لون البشرة، لون الشعر، بيطلع طبعا أحلى بكثير.
حتى في السهرات تنفع هذه درجات الالوان السهره اللي... بتنفع لانه بتكون تنفع لكل السيدات يعني الفتاه او السيده الام مثلا ولا اكثر أنا... بناتي اللي انا كادة. لا لا انا بفضله كثير لكل الاعمار يعني للكبار والصغار والاعمار اللي هي الصبايا اللي هن ما كثير المفروض يحطوا كثير ويقووا بالميك اب فبتلاقي انه الميك اب ناعم كثير ولابق يعني لاي مناسبه. طيب لو مثلا هذا المكياج كانت في سيده محجبه حابه انها تعمله هل أفضل. بس عاده المحجبه تحب تركز على العين اكثر عشان يعني يكون في تناسق في البشره صح. لو عملت هذه الالوان الترابيه ما حيكون باهت شويه هيدي الالوان فينا نحن نتقلها يعني بنفس الالوان ونفس الدرجه أكثر. نفس الالوان ونفس الدرجه بس تكون شوي البني بدل ما يكون اسود نكون بعتمد على البني الغامق بس ما شرط يكون انه في الوان الأخضر والأزرق والألوان اللي هي بتقوي من الميك اب الجفن العلوي يعني الجفن العلوي طبعا طبعا ايه ألوان تكون هي صارخة أو قوية. طيب هذه رسمة العين تناسب أي جفن لأنه كل جفن له رسمة مختلفة صح صح عين الصبية إذا بتشوفيها أصغر يعني بالنسبة لملامح الوجه بنحاول إنه شوي نعطيها وسع عشان كده استخدمتي ألوان فاتحة بدنا نعتمد لا بدي أحط لها أنا الأيلينر بدي أحاول أسحب ليها وأسحب ليها لبرا رح يعطيها شوي سحبة عيني وكمان ما ننسى إنه هي ملامحها أوروبية أكثر ما بيلبق لها الميك اب العربي ثقيل بس في كثير سيدات عربيات يناسبهم الميك اب الاوروبي الناعم صح؟ صح صح مثلي انا انه انا انا بحب شوي يكون الميك اب يعني ما كثير قوي اوفر بالاسود واذا كان في الكحل الاسود يكون على الاقل لبستك كثير لايت وفاتح ايوه هذه موضه الروج الغامق او نفس اللون اللبس انتهت يعني كثير او اذا حابين يعملوا لايت كثير على العين بحطوا اللون المروان الغامق على الشفايف الالوان الترابيه حتكون هي اكثر شيء دارج في 2014 الوان ترابيه الالوان الهاديه بشكل عام يعني بغض النظر حتى لو كانت البيبي بينك لايت البيبي بلو لايت اي لون يكون فاتح وبارز يعني اذا كانت لابسه حاجه على درجات البينك تحط بينك فاتح اذا كانت لابسه شيء على درجات البرونز مو ضروري يكون نفس الدرجه يعني الروج والاي شادو لوك ات اب بحب انا كثير حط الماسكارا كمان من تحت ليعطيها تعطي مدى يعطيها انه يبين انه لوك ات اب طيب زينه ايش تعطي نصيحه للسيدات الان بما انه داخلين على راس السنه في سيدات كثير حابه تحتفل بالسنه الجديده مع عائلتها لو جوها ضيوف في المنزل او طلعت مثلا عشاء ايش تنصحيها انها تستخدم في الميك اب وعاده الناس بتعمل ميك اب يا عازمه ناس يا طالعين عشاء يعني نوعا ما سهره بس خفيف وما مضطره يعني. انه تكون تروح على صالون وتضيع وقت ممكن ساعتين لتعمل الميك اب بالصالون تعتمد كثير على تشوف شو بيناسبها من ميك اب من الوان ما تروح ابدا للالوان الغامقه تحاول تعتمد على الالوان الفاتحه كثير فينا بمنتهى البساطه تعمل هي ميك اب بخمس دقائق بالبيت تحط فونديشن على الاماكن او الكونتورنج على اماكن لوك داون على اماكن اللي هي حابه تخفيها وتفتح الاماكن اللي هي حابه تضويها او تبين يعني انا طبعا هلا هون عم بحط لها ايلينر بس طيب هنا في حاله الموديل عامله التصحيح او الفونديشن كريم الاساس عامله واضح التحديد واضح اكثر إيه؟ في بعض السيدات بتعمل نفس هذا الستايل بس انا عم ما يكون باين التحديد كثير كيف ممكن على الاضاءه نحن هلا وعلى التصوير يمكن مبين شوي انه بارز فينا نفس الطريقه بس تعمل له بلندنج اكثر تدمجه اكثر بتلاقي انه فات ببعض يعني ما بيبين انه كثير اوفر بالمناسبه بتستخدمي الايلاينر اللي هو القلم مش الايلاينر السائل لا بستعمل الاثنين ايش الفرق في سيدات تحب تستخدم السائل وفي سيدات السائل ما دائما بنقدر ندمجه اما القلم انا فيني هلا انا وحاطه فيني أكثر. اتحكم واظن انعم كمان وانا بعتقد انه القلم اسهل للسيدات لهيك انا استعملته القلم اسهل للسيدات اللي ما كثير متعودين يعملوا ميك اب وبحبوا ميك اب كثير سمبل وبسيط فبعتقد انه اسهل لهم اما البراش بتكون شوي ممكن اصعب بالرسم يبغى له دقه انه ما يعرض الايلاينر عشان بالضبط الوان الروج ايش في درجات هذا الموسم كمان في 2014 اذا مثل ما قلت لك اذا الالوان يلي موجوده على العين الوان كثير لايت انا بفضل وبحب تكون الوان الروج تكون واضحه ومبينه اما اذا كانت الالوان اسود وكحل لا افضل انه دائما تعطي الالوان برونز او الوان رايحه وبتلحق لون الشفه
لانه دائما الروج الاحمر ما بيلبق لمي مكان، يعني الروج الاحمر المفروض تكون الاسنان جدا يبغى له مناسبه لا وتكون الاسنان فاتحه فاتحه لا يبرز، اما اذا كانت الاسنان لا ما كثير لايت ما بفضل ابدا يحطوا اللون الاحمر على الشفايف. طيب ممتاز، يعني تقريبا خلصنا خلصنا بنحط الروج. انا رح اختار لون يكون كثير طبيعي اوكي وما يكون قوي، رح نروح على اللون اللايت لانه بدون الكونتور بدون محدد للشفايف. لا هذه الفتره اكثر بدون نحن محدد نحن مثل ما قلت لك انه عم نعمل ميك اب كثير لراس السنة وناعم كتير، ما في داعي ابدا انه نقويه ونحط كونتور اغمق، فينا بنفس الالوان نعمل دمج بين اللون الفاتح والغامق ليعطي 3D، يعني بتحسي انه الوش كله صار ثلاثي الابعاد، فبالفونديشن باللبستيك بالالوان كلها. ممتاز، يعني كويس المشاهدين المشاهدات استفادوا اليوم من الميك اب ل 2014 واخذوا، يعني اعتقد مشاهداتنا اخذتوا افكار حلوه انه السيده ممكن تعملها في البيت اذا حابه تطلع مناسبه أنا حابة انا حابه تحتفل بالسنه الجديده. بدي احط لها مثل ما شفتي هلا الاضاءه عشان تعطي تبرز العين اكثر تبرز العين، ونحاول كمان بهي المنطقه وعلى الجبين شوي. ممتاز. هيك بكون عملنا ميك اب ناعم بسيط كتير بوقت يمكن قياسي، ما كتير انه اخذنا معنا وقت كتير، وبنفس الوقت برزنا العين وبرزنا الالوان كتير تكون ناعمه وهاديه. ممتاز زينة، يعطيك العافيه، شكرا لوجودك معنا. ثانك يو جوليا فور كومينج. ثانك يو مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا واستفدتوا افكار للعام الجديد. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، مني هبه جمال ومن فريق العمل كل الشكر على حسن المتابعه، تحيه من القلب، نلقاكم غدا الخامسه بتوقيت السعوديه، الى اللقاء.